أهلا وسهلا بيكم مواليد برج الجدي، صباحكم سعادة أو مساكم سعادة وقت ما يوصلكم الفيديو. شكرا يا مواليد برج الجدي على تفاعلكم معايا. انتوا المركز الثالث في أعلى نسبة لايك، دايما بتكونوا معايا المركز الأول، بس الشهر ده بقيتوا المركز الثالث. إن شاء الله دايما كده قراياتي تعجبكم وأكون عند حسن ظنكم دايما، ويكون شهر سعيد وإيجابي ومتفائل، وإن شاء الله القراءة تعجبكم، ان شاء الله تكون قراءة ايجابية. طيب بالنسبة لهذه القراءة تناسب مين؟ تناسب الطالع برج الجدي، طبعا حسب ساعة ميلادك بيتحدد الطالع، البرج الطالع يعني، وبتناسب اللي برجهم الجدي الشمسي، واللي بتناسب ايضا اللي برجهم الباطني الجدي. الباطني اللي هو من اسم الام اللي مش عارف تاريخ ميلاد ليه. طبعا مواليد برج الجدي بيبدأوا بشكل عام من 23 ديسمبر وبينتهي 22 يناير، تمام؟ طيب هنركز. طبعا الشهر ده يا مواليد برج الجدي هيكون الشمس في بداية الشهر في برج الحوت، ومن يوم 21 مارس بتدخل الشمس في برج الحمل. هنشوف ده تأثيره عليكم ايه. طبعا بالنسبة لشمس الحوت افضل واحسن كتير من شمس الحمل، لان شمس الحوت طبيعة مائية بتتفق مع طبيعة التراب، مع طبيعة البرج الترابي الجدي، فبتحسوا ان الشهر بادئين بانسجام، بروحانيات، بتفاؤل، بهدوء، بهدوء نفسي وبانسجام، وبتحسوا ان انتم بادئين الشهر بتفاؤل وانتم متفائلين كمان، لان الشهر ان شاء الله كمان في رمضان. كل عام وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان يكون كريم عليكم اجمعين. فبتحسوا ان انتم بقى حاسين ان الشهر ده روحاني كده، وندعي بقى وندعي ان شاء الله تكون السنة ختامها خير علينا، فبتستقبلوا السنة الشهر ده بهذه الطاقة. طيب بالنسبة بقى لتركيزكم الشهر ده هيكون على ايه يا برج الجدي؟ هيبقى تركيزكم على، البعض منكم بيركز على دراسات جامعية وتقديم كورسات في ماجستير، بتقدم دراسات عليا مثلا، تركيزك على سفر داخلي، البعض ما عنده سفر خارجي، البعض الاخر بيركز على طاقة الاصدقاء، الاصدقاء ليهم دور كبير في دعمك خلال هذه الفترة، تصالح علاقات مع اصدقاء، بتختار أصدقائك، بتبقى انتقائي شوية الفترة دي. بتركز أيضا هنا على بيتك الرابع، ممكن بتفكر تشتري شقة، بتفكر إن أنت تجيب سيارة، بتفكر إن أنت تملك حاجة، بتفكر هنا في الملكيات. بتركز كمان الفترة دي هنا على علاقتك بإخواتك، بتركز على علاقاتك بالمحيط، بتركز أيضا هنا على الروحانيات، يعني هنا منكم الروحانيين بقى بيقوي علاقته بربنا، بتبقى البصيرة والحاسة السادسة عندك هنا قوية يا برج الجدي خلال هذا الشهر، استغلها كويس. شوف الإشارات اللي بتجيلك في الأحلام أو الرؤى بتوصل لك دروس أو رسائل إيه. كمان بتركز الفترة دي هنا على الحقوق، الحقوق ليك من أموال الآخرين، يعني أنت مثلا ليك فلوس عند حد متأخرة فبتطالب بيها، أو أنت ليك فلوس عند حد بتسددها. المهم هنا بتحس إن أنت أي فلوس ليك من حقك بتطالب بيها، وبتحس إن أنت الفترة دي كده متركز على حقك، ومحبش حد يستغلني ولا حد ياكل حقي. بتركز كمان الفترة دي على شغلك، طبعا لازم برج الجدي ما يعديش شهر إلا وهو مركز على عمل، برج عملي. بتركز الفترة دي على شغلك، على طموحك، على أدائك العملي، على وضعك العملي. كمان بتركز على جانب مهم ليك كبرج الجدي، وهو جانب المال. بتفكر ان انت تجيب فلوس منين، او ازاي اقدر، لو انا مثلا صاحب شقق او صاحب فلل او ايا إن كان انت بتمتلك ايه، بتفكر ان انت ازاي تجيب لك فلوس او ازاي تزود دخلك المادي. فده بيكون كده تركيزك الشهر ده على هذه الجوانب بالأدق. طيب عندنا فترة بقى اللي هي من 1 مارس صباحا لفترة 5 مارس صباحا. هذه الفترة هنركز طبعا على زحل وهو حاكم لبرجك. الاتصال ايجابي هنا للصحة، يعني الوضع الصحي هنا افضل احسن، بالذات اللي بيعانوا من امراض تخص الجهاز التناسلي، سواء كانت امراض ذكورة او امراض نساء مثلا، ففي تحسن واستشفاء لهذه الجوانب. كمان بيكون الأمعاء والكليتين لو في مشاكل بيبقى في تحسن أو بيبقى في علاج أو تشافي من هذه الأمراض. كمان للي بيعانوا من أمراض تخص الأمراض المعدية زي الجهاز الليمفاوي، أمراض الصدر، الرئة، اللي بيعانوا من ربو في تشافي وتحسن صحي فيها من هذه الأمراض بالأدق أو بالذات.
وضعك العملي هنا في فرص عملية كتير، اللي بيدوروا على شغل أو اللي بيسعوا لفرص عملية جديدة، اللي بيشتغلوا في مجالات تنقيب البترول أو اللي بيشتغلوا في مجالات العسكرية. الفترة دي بتحس ان انت مرتاح في شغلك، بتلاقي فرص عملية كتير، بتلاقي تقدير وتكريم من شغلك. كمان اللي بيدوروا على فرصة عمل في سفر عبر الانترنت او شغلك اونلاين او تسويق اونلاين، فبتكون الفترة دي شغلك في ارباح او في دخل مادي بيرضيك وبيرضي بيرضي ذاتك. كمان الفترة دي هنا في شايفة لو في حد منكم مريض او تعبان بتخرج من المستشفى بعد فترة صراع مع المرض او بعد فترة مبيت في المستشفى بتطلع. كمان شايفة خروج من سجن او خروج من مشاكل وديون وازمات مادية كانت متراكمة عليك، وبتخرج كمان من طاقات سلبية كانت عاملة لك عكوسات في حياتك من حسد وسحر وغيره. كده كده الفترة دي في شهر رمضان لا حد بيعرف يعمل أعمال ولا حد بيقدر يعني يأذي حد بطاقات سلبية، لأن بيبقى فيه تلجيم أو ما بيقدروش يعملوا أي حاجة خلال هذه الفترة، فطاقة شفائية عامة للكل يعني. فالفترة دي في خروج من أمراض روحية كتير، استشفاء من طاقات سلبية، أيا كان الصعوبات والمشاكل اللي انت بتواجهها في حياتك بتخرج وبتطلع منها، لأن انت تفكيرك عن نفسك إيجابي، راضي عن نفسك، عندك قناعة، فبتوصل لأهدافك وبتحقق أهدافك بشكل سريع. الفترة اللي بعد كده طبعا احنا في حاجة مهمة، زحل هنا عمل قران مع شمس الحوت وعطارد. يعني قران يعني ايه؟ يعني هما الثلاثة في برج الحوت في البيت ال11. ده بيساعد ايه بقى؟ بيساعد ان تحقق أهدافك عن طريق الأصدقاء، أو ممكن تدخل شراكة مع صديق، أو ممكن تدخل شراكة مع أخوك الأكبر منك في السن، بيدعمك معنويا أو ماديا، أو بتلاقي منهم دعم في شغلك أو بيساعدوك وبيدعموك. فترة حلوة للدعاية والإعلان والشهرة، فترة حلوة للتسويق والدعاية. كمان الفترة اللي بعد كده من 1 مارس مساء ل 5 مارس مساء، الفترة دي إيجابية معاكوا في إيه؟ مواليد برج الجدي. طبعا زحل هنا عمل قران مع الشمس في البيت الرابع، ده معناه ان فتره حلوه هنا لممتلكات، فتره حلوه للشراكات، فتره حلوه انك تدخل شراكه بينك وبين الزوجه، فتره حلوه لعقود الزواج للي بيرغبوا في فكره زواج او فكره خطوبه، فتره كويسه هنا لترسيم علاقات عاطفيه. تمام. فتره كويسه هنا للبحث عن عمل او ان انت تدور على شغل جديد. تعليقا بس، عشان في حد كان بيعلق بيقولي هو في جواز في رمضان؟ ايوه، في كتب كتاب، مش لازم فرح او مش لازم يعني تكون دخلة في رمضان يعني. يعني في كتب كتاب، في ناس بيتخطبوا في رمضان عادي يعني، حد نزل اجازة وعاوز يخطب هيوقف نفسه عشان رمضان؟ يعني تعليقات غريبة بصراحة، بس يعني حبيت اوضح هذه النظرية. تمام. طيب الفترة دي كويسة لعقود الزواج، فترة كويسة هنا للشراكات الجديدة. انا شايفة الفترة دي كمان كويسة جدا للشراكة مع الزوج، او ان انت يحصل صلح بينك وبين الزوج لو كان في مشاكل او كان في طلاق مفاجئ كان ممكن يحدث، فالامور بتهدى وبتستقر لصالحك. شايفه كمان الفتره دي هنا كويسه جدا للوضع العملي، البعض منكم ممكن يتواعد بدرجه وظيفيه او بترقيه او بتكريم في شغله، بالذات اللي بيشتغل في منصب قيادي او بتشتغل في حاجه ليها علاقه بالمسرح، التمثيل، وظائف طبيه، او وظائف ليها علاقه بالقانون، او وظيفه ليها علاقه بان انت بتستعرض حاجه او بتقدم حاجه بنفسك مثلا. تمام. فانا شايفه بتعلى درجه وظيفيه، وضعك المادي بيتحسن، وضعك المادي مستقر من بدايه الشهر، ايجابي جدا، دخلك المادي بيرتفع. كمان شايفه الفتره دي حلوه للدعايه والاعلان او الباحث عن شهره، فتره ايجابيه جدا لهذا الامر، فتره كويسه للممتلكات. ممكن هنا بيت متاخر عليك استلامه، قسط، بتسدد اقساط بقالك فتره في شقه فهتخلصها فتستلم البيت، هيبقى خبر سعيد بالنسبه لك. فشايفه هنا خبر، ممكن تكون محوش فلوس بقالك فتره فتشتري شقه بسعر ما كنتش تتخيله، او ممكن تلاقي عربيه بعرض مغري، فده يساعدك ان انت بيسهل عليك ان انت تمتلك او تشتري ممتلكات يعني موفره ليك او تكون في محتوى اليد. الفتره اللي بعد كده اللي هي من 5 مارس صباحا ل 10 مارس صباحا، القمر هنا في برجك طبعا لازم نشوف اتصالاته. قمر الجدي هنا بيديك انفراج عملي، بيدي لك فرص عملية جديدة للباحثين عن العمل، كمان بيديك انفراج لوضعك العملي لو كان في مشاكل او دروبات او كان في
شوية يعني كنت بتفكر تسيب شغلك، اقعد اسيب شغلي. اللي بيفكر اللي ساب شغله اصلا فبيلاقي فرصة شغل جديدة، لو انت في شغلك وضعك بيتحسن وبيستقر بشكل كبير وبتتراجع عن قرار ترك عمل بشكل مفاجئ كنت متخذه الشهور اللي فاتت. كمان الفترة دي شايفاها هنا في دعم من اصدقاء، في شراكة بتدعمك ماديا بينك وبين صديق، البعض منكم هنا في صديق او اخ اكبر منك بالعمر، انتوا داخلين شراكه مع حاجه وتوفى الصديق ده لا سمح الله او اخوك، فبيكون ليك انت النصيب الاكبر من المال او بيكون ليك مكسب انت اكبر من هذه الشراكه. فتره حلوه للشراكات، فتره كويسه جدا هنا ان انت تخرج من ازمات وصعوبات وديون ومشاكل ماديه كانت متراكمه عليك، فتره ايجابيه انك تخرج من افكار سلبيه كانت متراكمه في عقلك الباطن. بتحل مشاكل ماديه، بتخرج من ديون، بتحل ازمات ماديه كنت بتمر بيها، اي مشكله بتلاقي لها حل، بتبتدي الفتره دي تحط حلول لمشاكل كانت معلقه او متباطئ في حلها او في ان انت تنتهي منها. فتره كويسه للدعايه والاعلان والشهره، وان انت تلاقي بالذات اللي بيشتغلوا في مجالات التعليم او التسويق لحاجه تعليميه او الاستشارات التعليميه او مجالات التدريب، او انت بتشتغل بنفسك مدرب، فالفتره دي انا شايفه فتره ايجابيه جدا لي. بتلاقي دخل مالي بيدخل لك في هذه الفترة. كمان اللي بيشتغلوا في مجالات التواصل أو خدمة العملاء أو التسويق، استشارات تعليمية، مراكز تدريب، ممكن الفترة دي برضو كويسة للي بيشتغلوا في مجالات الإعلام، تسويق، إعلام، فترة كويسة جدا لهذه الجوانب. تمام؟ طيب، الفترة اللي بعد كده اللي هي 5 مارس مساء ل10 مارس مساء، قمر الجدي هنا عامل قران مع سهم السعادة في البيت الثالث. الفترة دي انت بتكون مصدر سعادتك في مواجهة العقبات اللي محيطة بحياتك، انهاء المشاكل. كمان ممكن تلتقي بناس من قرايبك او من علاقاتك بالمحيط، ممكن تعمل اتصال بحد من قرايبك او يجيلك اتصال مفاجئ من حد من قرايبك او حد من علاقاتك بالمحيط يفيدك في جلب ثروة ليك او يساعدك في دخل مادي ليك مهم او يساعدك في شهرة او عرض شهرة او حاجة انت ممكن تكون بتأسسها او بتنزلها على موقع التواصل فتشتهر اكتر. علاقاتك الاجتماعية هنا والاتصالات ليها دور كبير في شهرتك او وصولك لاهدافك، ففي فرصة حظ هنا للي بيسعى لشهرة عبر موقع التواصل الاجتماعي او اللي بيسعى لفرصة عمل تجيله عن طريق علاقاته الاجتماعية. المهم في حد من محيطك هيساعدك ان هو يجيب لك، ممكن البعض منكم يجي لها عريس، البعض الاخر يجي لها عرض عمل، البعض الاخر ممكن يجي لها من علاقاتها تستفيد بيه شهرة على مواقع التواصل، ايا كان المهم في دور هنا لعلاقاتك الاجتماعية في تحقيق اهدافك. فترة كويسة للدعاية والاعلان والتسويق، فترة كويسة للاعلاميين، فترة كويسة للاعلان، للدعاية والاعلان لاي حاجة انت بتبيعها، فترة كويسة للمبيعات وللتسويق، في ارباح ودخل مادي بيدخل لك كويس جدا وفوق ما انت متخيله، فتره كويسه للشراكات الجديده والشراكات القديمه بتزدهر وبتنمو وبيدخل لها مكاسب ماديه اكبر. تاجر برج الجدي بيكون سعيد جدا خلال هذه الفتره بالتجاره بتاعته او الارباح اللي بتدخل لك من التجاره اللي انت بتخطط لها. كمان الفتره دي هنا شايفه ممكن فتره مناسبه لعقود الزواج، فترة مناسبة أيضا للقضايا، اللي عنده قضايا من أول الشهر لحد 5 مارس مساء فترة كويسة جدا للقضايا للحقوق، بيبقى الحق ليك أنت. لو حد دافع رافع دعوة قضائية ضدك أو شكوى أو أيا كان، الأمر بيتقلب لصالحك أنت في الآخر. تمام، فترة كويسة لإنجاب أطفال، البعض منكم اللي عنده مشاكل في الإنجاب أو عنده مشاكل في الحمل يعني للنساء طبعا، ف الأمور بتتسهل وتتيسر. البعض منكم ممكن في مولود بيجي للأسرة فبيجيب بيكون خبر سعيد وبيسعد العيلة. البعض منكم اللي كان ليه طفل تعبان أو مريض فبيتعافى بيتحسن صحيا. البعض منكم هنا ممكن علاقة حب جديدة تدق قلبك أو تدق قلبك كده فتنبسط بيها جدا. البعض منكم علاقة من الماضي بترجع لك بترسيم بشكل مفاجئ. الفترة اللي بعد كده اللي هي من 10 مارس صباحا ل15 مارس صباحا، هذه الفترة إيجابية معاك في إيه يا برج الجدي؟ زحل الحوت طبعا بيخرجك من الأفكار السلبية، بيعمل لك تشافي من الأمراض الروحية، من حسد وسحر وغيره، أي حاجة كانت بتعمل لك تعطيل وعكوسات في حاجات كتير في حياتك فبتنتهي أو بتتمحي خلال هذه الفترة. فترة كويسة للعمل،
بالذات اللي بيشتغلوا في مجالات فنية أو طبية أو شفائية أو علاج روحي. فترة مش كويسة، يعني يفضل هنا تأجيل الدعاية والإعلان أو إنك تنزل حاجة بتقدمها بنفسك على مواقع التواصل الاجتماعي. تمام. طيب الفترة اللي بعد كده اللي هي من 10 مارس مساء لخمستاشر مارس مساء، الفترة دي إيجابية هنا للممتلكات، لشراء سيارة، لشراء بيت، تأجر حاجة عندك. المهم فترة حلوة هنا للتأجير أو للاستثمار، أو إن أنت تشتري حاجة غالية يعني محوش لها بقالك فترة مثلا وعاوز تشتري. فترة كويسة للشراكات أيضا، فترة كويسة هنا لتاجر برج الجدي، في أرباح مكاسب مادية بتدخلك من شراكة سابقة، أو لو دخلت شراكة جديدة بيكون فيها مكاسب أيضا، ما بيبقاش فيها أي مشكلة، خصوصا لو الشراكة دي ليها علاقة بالأب أو كانت شركات عائلية باسمك وباسم الوالد مثلا، او لو كانت شريك، او لو كانت مثلا شراكه بينك وبين الزوجه، او بينك وبين الاب، او بينك وبين الام، او الشراكه دي بينك وبين صديق. فتره كويسه للقضايا، في حق بيرجع لك او في مكسب مادي او القاضي بيحكم لصالحك لو كان في مشكله قانونيه او قضائيه. كمان شايفه الفتره دي حلوه جدا هنا للخروج من المصاعب والازمات النفسيه او العكوسات اللي كانت، اي حاجه كانت بتتعقد معاك او صعوبات او ازمات بتلاقي لها حل، وبتلاقي الامور معاك بتتيسر وبتتسهل بشكل كبير. يعني اللي في مشاكل بينها وبين زوجها الامور بتتحسن، اللي في مشكله بينها وبين خطيبها بتتحسن، اللي مثلا عندها مشكله صحيه في انفراج او تحسن صحي، في هنا خروج من مستشفى للي بقالهم فتره بايتين في مستشفى بسبب تعب، خروج من سجن او انفراج بغرامه ماليه بسيطه فبتطلع من مشكله، او لو كان حد عمل لك مكيده بدعوى قضائيه او اتهمك بتهمه انت ما عملتهاش فبيطلع براءه او بيكتشف ان انت اتظلمت. كمثال يعني 15 مارس صباحا ل 20 مارس صباحا، الفتره دي ايجابيه يا برج الجدي معاك في ايه؟ فتره ايجابيه للعمل، فترة إيجابية هنا للفرص العملية الجديدة، فترة حلوة إنك تخرج من أفكار وتراكمات سلبية بداخلك، لكن حذاري من الشهرة والدعاية والإعلان. فترة كويسة للسفر الداخلي أو الخارجي، أي تحذيرات أنا ما ذكرتهاش يبقى إيجابي، يعني أي حاجة أنا ما قلتهاش أو حذرت منها يبقى أي حاجة تانية عايز تعملها تمام، ما تقلقش ما فيش أي اتصال سلبي. الاتصال السلبي أنا بقوله اي حاجة تانية ما ذكرتهاش سلبي يبقى اعملها وانت منطب. تمام. طيب عندنا الفترة اللي بعد كده، ثواني. طيب الفترة اللي بعد كده من 15 مارس مساء ل 20 مارس مساء، هذه الفترة ايجابية معاك في ايه يا برج الجدي؟ زحل عامل قران مع الزهرة في برج الحوت، فترة كويسة هنا للاستشفاء من امراض صحية او امراض جسدية، بالذات في هذه الجوانب، العنق، الحلق، الغدة الدرقية أو القناة الصوتية أو الأحبال الصوتية، يعني اللي عنده أي أمراض تخص هذه الجوانب في تحسن واستشفاء صحي. كمان اللي بيعانوا من بعض أمراض الدماغ أو العين أو إصابات نتيجة الرياضة في تحسن، أو لو كسور لا سمح الله فبتتشافى أو وضعك الصحي بيتحسن. شايفة هنا كمان فرصة عمل أو فرصة شغل بتجيلك، ممكن هنا لو في خلاف على ورث بينك وبين أهلك فبتحصل على هذا الورث بالود والتفاهم. مش فترة حلوة هنا بقى للشراكة، القضايا برضو هنا فترة مش حلوة اللي هي من 15 مارس مساء ل 20 مارس مساء، مش فترة كويسة للإيه، للقضايا أو الشراكات الجديدة أو عقود الزواج. لكن الفترة دي كويسة انك تخرج من افكار سلبية او انك تخرج من مود سلبي او انك تخرج من افكار سلبية بتحوطك، خروج من مشاكل من ازمات مادية، ممكن تحل هنا مشكلة دين، بتخلص الديون اللي عليك. الفترة دي لروحانيين وبرج الجدي بتكونوا شفائيين، بتكونوا طاقة روحية للاخرين، بتكونوا دعم وسند لناس كتير في حياتكم. كمان الفترة دي انا شايفاها ان انت برضو بيتكرر خروج من مستشفى او خروج لمسجون مثلا او رجوع لبلدك من سفر بعيد بعد فترة غربة او بعد فترة اجراءات معقدة انك ترجع على بلدك، امورك بتتسهل بترجع على بلدك. اللي بيعمل ورق يخص جواز سفر، اجراءات لزوجة انها تجي له سفر، فالاجراءات بتبقى سهلة برضو معاك. الفترة اللي بعد كده اللي هي 20 مارس صباحا ل 25 مارس صباحا،
لا زال زحل عامل قران مع زهرة الحوت. الفترة دي إيجابية هنا لعلاقاتك الاجتماعية. بمعنى إيه؟ ممكن تلاقي فرصة شغل تجيلك من حد من المحيط، يجيب لك فرصة عمل مناسبة ليك. بتدور على شغل وتعبت، ممكن تلاقي حد من قرايبك أو حد من علاقاتك يساعدك في إنك تلاقي وظيفة أنت بتتمناها، أو حد مسافر يجيب لك فرصة سفر في عمل خارج بلدك. الفترة دي برضو كويسة معاك هنا لخروج من مصاعب وأزمات ومشاكل كانت متراكمة. فترة كويسة هنا للتصالح بين إخوة وأخوات. كان معاك، كان في بينك وبينهم مشاكل، أو كان في بينك وبينهم مشاكل أو حقوق، أو كان في بينكم مشاكل على حقوق مثلا، فبتتحل بالود والتفاهم. أو لو كنت بتطالب في حقك من شغلك فبتاخده. يعني ممكن تكون أنت رافع تظلم في شغلك، إن حقك مهضوم أو إن بيتاكل حقك، فبيرجع لك أو بتاخد حقك ده. الفترة اللي بعد كده اللي هي من 20 مارس مساء ل 25 مارس مساء، الفترة دي إيجابية معاك هنا لطلبة الماجستير، الدكتوراه، الجامعات، اللي عاوز يدرس بره، إجراءات سفر عشان أسافر وأدرس خارج بلدي، فبتبقى سهلة برضو ومتيسرة معاك. كمان فترة حلوة للتشافي من الأمراض الصحية الجسدية أو النفسية. تمام. الفترة اللي بعد كده اللي هي من 25 مارس صباحا ل 31 مارس صباحا، فترة كويسة هنا للشراكة مع أصدقاء أو إخواتك الأكبر منك بالسن. فترة كويسة أنت لو بتطلب مساعدة مادية من حد من أصدقائك أو إخواتك بيدعموك أو يقفوا جنبك، بالذات إخواتك الأكبر منك بالسن. وضعك العملي ثابت مستقر. زهرة الحوت هنا ممكن تساعدك إن البعض منكم يلاقي فرصة عاطفية في شغله لغير المرتبطين، أو قصة حب جديدة بتدق بابك في مكان العمل أو في مكان عملك. كمان شايفة الفترة دي كويسة، مش كويسة عفوا، للدعاية والإعلان. مش مناسبة للتسويق أو المبيعات، أو إن أنت تعرض حاجة تبيعها يعني، أو إن أنت عاوز تبيع شقة ليك، عاوز تبيع حاجة أنت بتمتلكها. مش فترة حلوة هنا إنك تبيع حاجة بتمتلكها. 25 مارس مساء ل 31 مارس مساء، الفترة دي حلوة للصحة، استشفاء صحي. ممكن البعض منكم هنا اللي بيشتغل في شغل فيه خدمات، ممكن بتترقى أو بتاخد درجة أعلى في شغلك، أو بتاخد مكافأة بتنزلك، أو اللي بيدور على شغل فيه خدمات فبتلاقي مجالات كتير أو بتلاقي فرص عملية كتير. الفترة دي ممكن يحصل شوية مشاكل في شغلك الفترة دي بالذات، طبعا الشمس دخلت في الحمل، طبيعة نارية وانت ترابي، فبتحس ان الشهر هنا ايه مش في ألطف حالاته معاك شوية من يوم 25. يعني ممكن يحصل حاجة في الشغل تضايقك، حد يشكك فيك، حد يحاول ان هو يوقعك مكيدة، حد يحاول يعمل فيك حاجة في شغلك فتقل درجة شوية. يعني حاذر هنا من مكائد بتدبر ليك بسبب غيرة او منافسين، بالذات اللي بيشتغلوا في مجالات طبية او في مجالات عسكرية. تمام. الفترة اللي بعد كده اللي هي من 31 مارس بقى صباحا، آخر يوم يختم معانا الشهر بإيه؟ في هنا للأسف ممكن البعض منكم يكتشف تعب صحي خاص بمنطقة الوركين أو الكبد أو الفخذ. يعني ممكن لا سمح الله ممكن البعض منكم يعني ممكن يصاب في هذه المناطق، الورك، الفخذ، ممكن أمراض الكبد، أمراض معدية. اعمل فحوصاتك، اطمن على نفسك، خلي بالك. يعني ممكن البعض منكم اللي جاي من سفر او من بلد بعيدة ممكن يعمل فحص طبي يلاقي نفسه عنده حاجة هو ما كانش يعرفها. فيعني ركز هنا على الصحة شوية يا برج الجدي. الفترة دي حلوة للشراكة او دعم مالي يجيلك من صديق او من اخ اكبر منك، او تلاقي فرص عمل عن طريق حد من الاصدقاء. ممكن تلاقي هنا دعم من زملائك وبيئة العمل، فبتحس ان الامور هنا بتهدى معاك شوية خلال اخر يوم في هذا الشهر. وضعك العملي بيستقر إلى حد ما، فرص عمل كتير بالذات اللي بيدور على مجالات عمل فنية أو طبية أو رياضية. 31 مارس بقى مساء، فترة كويسة هنا للتحسن الصحي فيما يخص الغدة الدرقية، القناة الصوتية، الحلق، الغدة، العنق، منطقة الرأس، الدماغ، الصداع النصفي، الشقيقة. في استشفاء وتحسن كتير بالذات في هذه الأمراض. فترة كويسة هنا لإنجاب أطفال اللي عندهم مشاكل،
فترة كويسة هنا للتصالح بين المتزوجين بعد فترة خلافات أو مشاكل، أو كان البعض منكم هنا كان في مشاكل زوجية. تمام، طيب وصلنا للدقيقة 24 46. طيب يلا ندخل على التاروت نشوف القراءة العاطفية لعزاب برج الجدي، نشوف رجل برج الجدي العازب وضعه ايه هذا الشهر. رجل برج الجدي العازب ايه طاقته في مارس 2024؟ رجل برج الجدي العازب، حلو، اول طاقة جميلة، يعني في هنا رجل برج جدي بيقابل توأم روحه عن طريق العمل او عن طريق شغل هو مقدم فيه، بتقابل حبيبتك صدفة او بتقابل يعني البعض منكم بيقابل حبيبته صدفة، انت مش مرتب اصلا لارتباط ولا حاجة، بتقابلها فجأة في الطريق او في سكة او تبقى رايح مكان تقابلها صدفة فتقرر ان دي شركتك. البعض الاخر ممكن تلاقيها عن طريق وظيفة جديدة انت داخلها او في عمل جديد. نشوف رجل برج الجدي العازب، بقالك فترة في صراعات من اجل ان انت في علاقة عاطفية انت خرجت منها عاملة لك تراكمات سلبية شوية، خايف تدخل علاقات جديدة، خايف ان انت ترتبط تاني، لكن رغم ده كله هتدخل قفص الحب تاني يا رجل برج الجدي. واضح ان انت ممكن تكون بتقدم حاجة، رسالة هادفة للناس، يا اما انت طبيب، المهم انت مشهور وعلى مواقع التواصل ومعروف، يعني تمام، يعني انت مشهور او معروف بحاجة بتقدمها، فعندك اكتر من فرصة عاطفية حواليك، فانت هتدخل قفص الحب تاني ومع واحدة من متابعينك، او هتبقى التعرف هيجي عن طريق ده يعني، تمام، متابعة من متابعينك على مواقع التواصل الاجتماعي. في هنا رجل برج جدي في رجوع علاقة ليك من الماضي انتهت، ممكن تكون من 5 سنين، البعض منكم ممكن يكون العلاقة دي من 9 شهور، البعض الآخر ممكن تكون من شهرين، العلاقة دي انتهت وانفصلتوا، ممكن تكون البعض منكم انفصلتوا بطلاق، فبترجع العلاقة دي تاني لأنك حسيت بالخسارة والشريك أيضا حس بالخسارة، في اعتذار بيجيلك من هذه المرأة اللي تركتك أو اللي انفصلتوا عن بعض، وبتبتدوا بداية جديدة من جديد. تمام، نشوف بقى امرأة برج الجدي العزباء وضعها ايه في شهر مارس 2024. امرأة برج الجدي العزباء وضعها ايه في مارس؟ امرأة برج الجدي هنا انتي بتكراشي على معجب سري، يعني انتي عندك هنا شخص معجبة بيه اعجاب سري، بتخططي ان انتي يعني عجبك، مركزة معاه الشخص ده، انتي حاطاه في بالك، يعني هجيبك، انت عاجبني وهلازم نتكلم، لازم نقرب من بعض. ممكن يكون في بينكم مسافات، ممكن يكون الشخص ده انتي مسافرة فتعرفتي عليه في سكة سفر، او هتقابليه في سكة سفر، ده لسه هيظهر او لسه هتعرفيه، هيكون مسافر او في سفر مع بعض. البعض الاخر ممكن يكون في شغل، هيبقى موظف جديد لسه داخل العمل، البعض الاخر ممكن هيكون كراش سري ليكي عبر الانترنت، على حسب اللي بينطبق عليها الكلام ده ايه، بس كذا طاقة هنا طلعولي. فبتبتدي بداية إعجاب أو بداية استلطاف ليكي مع هذا الرجل، وبيبقى فيه منكم مجال للتواصل، لو انتوا في سفر مثلا فهتفتحي معاه كلام أو هو هيفتح معاكي كلام، والتعارف هيبتدي كده إلا عبر الإنترنت، هو هيكون أصلا بيبادلك أيضا الإعجاب، هتحاولي إن انتي تلفتي نظره بشكل ما ويبدأ الكلام ما بينكم إلا عن طريق العمل، هتتعاملي معاه بحسب وضعكم العملي إزاي، فهتتلككي بحاجة تخص العمل وتبدأوا تعارف عن طريق العمل أو بحجة الشغل يعني. تمام، طيب نشوف طاقة أخرى، بسم الله. طيب نشوف امرأة برج الجدي العزباء وضعها إيه في مارس 2024. في هنا امرأة برج الجدي انت مركزة على شغلك، على طموحك، على اعمالك، مطنشة طاقة الحب والارتباط من بعد ما انفصلتي من علاقة ما، من شخص كان سام، من شخص كان مخادع، فانتبهي لان واضح ان نفورك من العلاقات ده، وللأسف في بعض يعني منكم بيتهمك بالغرور، يعني انت ممكن تكوني بتتغري على العلاقات اللي بتجيلك، انا بنت ناس
انا مستقبلي كويس، انا مش بقبل اي عرض، وده اللي مأخر ارتباطك. البعض الاخر عليك مس قريب هو اللي بيخلي علاقاتك بتنهار وبتسيبك، ده طاقة للبعض. نشوف امرأة برج الجدي العزباء، لازم تشتغلي انك تشيلي هذه الطاقة عشان تبتدي العلاقات تجيلك. في للأسف برضو هنا امرأة برج جدي اخرى عليها سحر عزباء، في سحر يا بنتي معمولك من زمان، من سنتين. واضح ان انتي بتدخلي علاقات كتير وبتفشل، علاقات كتير مش بتظبط، يا اما انتي اللي بترفضي العرسان اللي بيجيلك، يا اما هما اللي بيهربوا. ده كله بسبب طاقة سحر جديدة عليكي انتي مش حاسة بيها او ما تعرفيش عنها اصلا. انتي ممكن تكوني هنا قارئة طارو، او ممكن تكوني انتي اصلا عندك احساس ان في حاجة غلط، لان طالع لي في طاقة امرأة برج جدي هنا روحانية او بتقرا طارو اصلا لنفسها. فانا شايفة ان انتي هتكتشفي ده وهتعرفي ده وهتشتغلي على شفائك، وهيبقى عندك بدل الفرصة 2. تمام. طيب نشوف طاقة تانية. رجل برج الجدي المرتبط اللي في علاقة حب أو خاطب مثلا، وضعه ايه في مارس 2024؟ رجل برج الجدي المرتبط عاطفيا أو اللي خاطب. طيب نحط الورق ونشوف السيناريوهات. رجل برج الجدي المرتبط، طيب في هنا رجل برج جدي، انت خلاص يعني انت في علاقة مع خطيبتك، انتوا مخطوبين والعلاقة دي خلاص، انتوا بتخططوا للترسيم للزواج، ولكن شوية تكاليف مادية مأخرة الأمور، ولكن انت بتدرس خطتك المالية كويس قوي، وهتحددوا ميعاد الارتباط او الزواج مثلا ممكن بعد فترة رمضان. في طاقة تانية هنا مواليد برج الجدي، انت للأسف هنا في علاقتين، يعني انت مرتبط باتنين. حلو. فانت مش قادر تكون متلاعب، او انت مش حابب تبقى هنا ومش حابب تبقى في علاقتين. ممكن تبقى متجوز وفي نفس الوقت مرتبط بعلاقة تانية غير الزوجة، يعني انت هنا طالع لي متجوز وفي نفس الوقت في طرف تالت، يعني انت متجوز وفي نفس الوقت عندك ايه علاقة غير زوجتك. وللأسف ممكن تكون العلاقة دي صديقة الزوج، يعني ممكن تكون دي صاحبة زوجتك. فأنت حاسس بالذنب، حاسس بالندم، خايف إن بيتك ينهار أو إن يحصل انهيار في العلاقة بينك وبين هذه الزوجة، فأنت بتقرر إن أنت تخرج هذا الطرف الثالث وتركز مع طاقة الزوجة، وبتطلع العلاقة العاطفية المؤقتة أو النزوة اللي دخلت حياتك. ممكن تكون دي صديقة للزوجة وفي نفس الوقت معاك في شغل. البعض الاخر الطرف الثالث ده ممكن يكون زميلتك بالعمل، وانت متجوز اصلا فدخلت علاقة حب مع زميلتك في الشغل، فبتقرر ان انت تطلع من العلاقة دي وتركز مع الزوجة. البعض الاخر ممكن بتقرر جواز تاني على الزوجة، ولكن سري او في الخفاء. تمام. في هنا رجل برج جدي مرتبط، انت هنا في علاقة محتار في امرها، بتدرس فكرة الزواج والارتباط من هذه المرأة، لكن انت عندك شكوك ومخاوف من هذه المرأة. طب يعني نوضح ليه، يعني انت ليه شاكك في الارتباط من هذه المرأة؟ ليه عندك طاقة الشك؟ البنت دي بتهملك، فانت بتفسر الاهمال ده راجل تاني غيري او في حد في حياتها غيري. فاللي هيحصل بصراحة ان انت هتاخد قرار الانفصال او التراجع عن قرار الزواج وبتنهي العلاقة دي تماما. انت حاسس ان اهمال البنت دي مش طبيعي، وفعلا هيبقى احساسك صح ان في طرف تالت او في حاجة غلط بتحصل من وراك، ويعني قرارك مش هيبقى خاطئ ولا ظالم البنت دي. طيب نشوف رجل امرأة برج الجدي بقى اللي في علاقة حب او مخطوبة. امرأة برج الجدي اللي في علاقة حب او مخطوبة، في هنا علاقة حب حقيقية بس عنيد. اي نعم، اللي انت مرتبطة بيه ده شايف نفسه شوية بحكم شغله وسلطته، فأنا شايف العلاقة دي الشخص ده رغم عنده بيحبك إلا إن هو شخص مش مرن، ما بيعرفش يعبر عن مشاعره بسهولة، تقيل، ما بيعرفش يتكلم. هيعبر لك بالأفعال عن طريق إن هو يقدم لك قرار منطقي في الزواج والارتباط منك، فده دليل حبه ليكي، أو ده دليل اللي هيثبته لك لحبه. امرأة برج الجدي اللي في علاقة حب، واضح ان في هنا امرأة برج الجدي انت مخطوبة، في خلافات عائلية بين العيلتين، يعني عيلة الخطيب وعيلتك مختلفين على حاجة ما. احنا اتفقنا نجيب الشقة مثلا، اتفقنا ان احنا نعمل الأوضة والصالة، انتم قايلين مثلا تعملوا المطبخ، فرضا مثال، في اختلافات على اتفاقيات الجواز.
لكن انتي وخطيبك او انتي والانسان اللي انتي مرتبطة بيه بتحبوا بعض، وانتوا الاتنين هتحطوا بنفسكم يعني النقط على الحروف في العلاقة دي وتنهوا هذه المشاكل، و بتقدروا تحلوا هذه المشكلة والعلاقة دي قدرية. يعني مهما يحصل العلاقة دي هتكمل، لأن واضح إن حد فيكم هنا عنده سيطرة أم، هي اللي بتعمل شوية مشاكل في هذه العلاقة، لكن رغم ده كله انتوا هتتفاهموا والعلاقة بتكمل، لأن انتوا الاتنين توأم روح لبعض. امرأة برج الجدي المرتبطة شايفة امرأة برج الجدي هنا علاقتك كانت بتمر بانهيارات بسبب خلافات ومشاكل كتير متراكمة بينك وبين الزوج، فانت خدتي قرار تحطي حد لهذه العلاقة، يعني هتعمل خطة للارتباط او الزواج ولا اشوف حياتي، يعني هتقولي له انا جاي لعريس مثلا، فلو سمحت انا عاوزة اعرف العلاقة دي رايحة على فين، فالشريك هيتمسك بيكي وهياخد خطوة الالتزام معاكي عشان مش عاوز تروحي منه او عاوزك تبقي في حياته. تمام، طيب نشوف بعد كده رجل برج الجدي المنفصل او المطلق، نشوف وضع العلاقة ايه. رجل برج الجدي المطلق او المنفصل وضعه ايه خلال شهر مارس؟ عندك تراكمات من العلاقة دي، يعني شايل في قلبك منها كتير، بتفكر بتدرس امر هذه العلاقة، حاولت تدخل علاقة تانية غيرها ما قدرتش، بتحس ان الست دي عاملة لك جذب، عاملة لك ايه بالظبط، مش قادر تنسى العلاقة القديمة دي، دي كانت علاقة حب. بتخطط يا برج الجدي هنا المنفصل ان انت تلم شمل العلاقة دي. تمام، البعض منكم العلاقة دي منفصلين بعلاقة عاطفية، فبتفكر ان انت تعيد بناء هذه العلاقة، لان العلاقة دي كان فيها ازمة ثقة، فيها افكار سلبية في دماغك كتير تجاه هذه المرأة، شكيت فيها، حصلت مشاكل، اتفرقت ورجعت كذا مرة بسبب سوء ظن وقلة ثقة، لكن العلاقة بترجع بتعيد بناء ثمارها من جديد لو عاطفية. لو متزوجين فانتوا حصل انفصال وطلاق هنا رسمي بينك وبين الزوجة، بتكابر وبتعاند رغم انك بتحبها وبتراقبها، الى ان هيحصل لم شمل لهذه العلاقة من جديد، وبيكتمل امر هذه العلاقة وبترجعوا لبعض من جديد. في هنا رجل برج جدي واخد قراره اصلا بان هو يطلع من زواج، او انت انفصلت خلاص من زوجة وداخل جوازة تانية او داخل علاقة تانية عن حب، وفي خطوبة ليك جديدة غير هذه الزوجة خالص، يعني انت ماشي في اتجاهك، عارف اتجاهك فين، وشايف ان البنت الجديدة دي هي القدر او ضربة الحظ بالنسبة لك، وفي بينكم مشاعر عاطفية قوية. البعض الاخر ممكن تكون انت متجوز وماشي في جوازة تانية عادي جدا، يعني هتتمسك بالزوجتين وبإقناع الزوجتين، يعني هما الاتنين هيقتنعوا وتكمل في الجواز عادي. طيب نشوف رجل برج الجدي المنفصل، في هنا للأسف امرأة بتخطط انها ترجعك ليها تاني، بس بتخطط انها ترجعك ليها تاني عن طريق طاقات الجلب او الجذب، ممكن الكلام ده قبل فترة رمضان، اكيد استحالة في رمضان الكلام ده يحصل، يعني خلي بالك انت بتطلع من طاقة يعني سحر اسود كان معمول لك من امرأة علاقتك بيها فشلت وانتهت، لانها اصلا من البداية جايباك بهذه الطاقة، هي بتحاول تجددها لك تاني بس مش هتعرف. طيب العلاقة دي هتروح لفين؟ بداية جديدة، يعني العلاقة دي بتنتهي خلاص وبتشوف حياتك بقى مع علاقة جديدة، او انت داخل اصلا علاقة جديدة افضل واحسن من العلاقة السابقة، بتكون تعويض ليك من هذه التجربة السامة. طيب نشوف امرأة برج الجدي المنفصلة وضعها ايه خلال هذا الشهر. امرأة برج الجدي المطلقة او المنفصلة، ايه رأيتكم؟ خفيفة ودمها خفيف وإيجابية جدا. امرأة برج الجدي المنفصلة أو المطلقة وضعها إيه هذا الشهر؟ امرأة برج الجدي المطلقة أو المنفصلة. تمام، شايفة هنا إن في علاقة انفصال تمت بطلاق بين زوجين، كنتوا علاقة حب قوية جدا، كل واحد فيكم بيبين للتاني ان انا عايش حياتي ومش عايز ارتبط ولا استقر تاني،
لكن انا شايفة هنا ان في الشريك بيحاول يرجع لك يا مولود البرج الكافي، يعني هيتجنن عليكي. انتي بتحاولي تبيني له ان انا عايشة قصة حب مع حد تاني، وبتنزلي ستوريهات وبتسبكي الدور عليه كويس قوي، بتوهمي ان انتي مرتبطة بعلاقة جديدة. هذه طاقة الغيرة او كارت الغيرة اللي انتي بتلعبي بيه على الشريك هيرجعه للعلاقة معاكي تاني، او هيرد العلاقة ليكي من جديد، او في بداية بينكم والشريك هيعمل كل اللي انتي بتتمنيه من طلبات مادية او من اي حقوق. وممكن يكون الشريك ده كمان للأسف سرق منك فلوس، استغلك، ضمن ان انتي بتحبيه فكان عنده علاقات جسدية سرية فانتي اتطلقتي بناء على كده، هو رجع لك بقى بطاقة التزام وبطاقة شخص بيحبك، وتعلم من هذا الدرس. في طاقة امرأة برج الردي منفصلة هنا، منفصلة من قصة عاطفية. انت مرتبطة بشخص نرجسي سام أناني بيفكر في نفسه شوية، بحكم عمله كمسؤول او في الامن او في السلطة فهو تقيل مش مرن كده. فانا شايفة ان الشريك ده هيتنازل وعن طاقة اللي عنده ويرجع العلاقة معاكي تاني عشان يحسسك بالأمان، وهو برضو بيغير عليكي. فالشخص ده عملي، هيثبت لك ان هو عايزك بانه يرجع العلاقة، او يسعى ان هو يعمل حاجة عشان يثبت لك انه جدير بيكي وانه بيحبك. في علاقة تانية هنا، امرأة برج الجدي ممكن تكوني فاسخة خطوبة، يعني انت منفصلة هنا مش بطلاق، انت كنت داخلة على خطوبة والخطوبة دي اتفسخت بسبب تدخلات من اطراف خارجية، ولكن العلاقة هنا بترجع تاني لأن الشريك ده حس بوحدة وإهمال من غيرك. ممكن يكون سبب الفراق هنا طرف تالت تدخل بينك وبين زوجك، تعارف جديد خدت منك هذا الشخص، ولكن بيعود ليكي باعتذار عشان يرتبط بيكي من جديد، أو هو ندم على قرار الانسحاب من العلاقة معاكي. تمام، طيب نشوف بقى هنا المتزوجين من مواليد برج الجدي، نشوف طاقة المتزوجين. المتزوجين من مواليد برج الجدي، نشوف الأول رجل برج الجدي المتزوج، بما إن في وقت فناخدها تفصيلية أكتر. رجل برج الجدي المتزوج وضعه إيه مع الزوجة؟ طيب في شوية غيرة شك بينك وبين الزوجة، لكن انت بتعتذر او بتصلح العلاقة بان انت عاوز ترضي الزوجة او عاوز تعمل اي حاجة من اجل ان انت تنول رضاها، او ان انت تنول يعني ان انت تبقى صادق معاها، تطمنها، ما تخوفهاش منك، تحسسها بالامان. فهتشتغل على ان انت تصلح العلاقة هنا بينك وبين الزوجة. البعض الاخر ممكن يعني متزوج رجل برج جدي، الزوجة بتتهمك بالبخل او بتتهمك بانك ماسك في فلوسك شوية، فهتبتدي يعني ما تبقاش كده، تبين لها ان انت كريم متمسك بالعلاقة، انا عايزك وعاوز الولاد، وفي هدية هتجيبها لها، ممكن تكون عيد ميلادها الشهر ده مثلا، برجها الحوت، فتجيب لها هدية الشهر ده، او ممكن تجيب لها حاجة مثلا بمناسبة رمضان هدية منك ليها عشان تصلح العلاقة. نشوف متزوج رجل برج الجدي، واضح ان اغلب مشاكلك كلها تدخلات من عيلة الزوجة، دايما في تدخلات من اهلها، بتسمع لهم، فانت يعني بتاخد قرار ان انت تنفصل عنها، يعني انت عاوز تديها تهديد او انذار بان احنا ننفصل عن بعض، احنا في بيت واحد لكن كل واحد مننا في حياته، عشان تحط لها حدود. هل النتيجة دي هتجيب، يعني هل الامر ده هيصلح العلاقة بينكم؟ للأسف العلاقة دي رايحة للطلاق او للانفصال، لان واضح ان مفيش تفاهم بينك وبين الزوجة، وهي للأسف عنيدة وهتصمم على تفكيرها بان هي تسمع للآخرين، وده للأسف اللي هيتسبب في الانفصال في هذه العلاقة. هتاخد هدنة كده تفكر، تعمل استخارة، وهيبقى ده قرارك. في طاقة متزوجين آخرين هنا، طبعا في طاقة عامة وليس خاصة ليك أنت شخصيا. طيب في هنا متزوج برجل برج الجدي، في خبر حمل، يعني ممكن تكون أنت وزوجتك كان في بينكم خلافات مشاكل، بتسمع خبر حمل للزوجة هنا بيسعدك أو بيرضيك أو بيخليك بقى تفكر في العلاقة بشكل مسؤول أكتر. ممكن تكونوا متجوزين جداد ومختلفين لسه مش فاهمين بعض كويس، بيجي خبر حمل الزوجة هنا فبيسعد العلاقة بينك وبين زوجتك، والخبر ده بيهدي
الأمور كتير بينك وبين الزوجة. نشوف متزوجة امرأة برج الجدي اللي في زواج. امرأة برج الجدي المتزوجة نشوف وضعها ايه مع الزوج. في هنا زوجة عندها قلق، خوف، مش مرتاحة في علاقتها مع الزوج. الزوج هاملها، ممكن يكون انتي حاسة ان علاقتك بزوجك 8 كؤوس، يعني علاقة فيها كاسين ناقصين، الاهتمام والحب المتبادل. ممكن يكون الشريك ده مسافر في بلد تانية، بيهملك، مركز في شغله، بيسافر مع اصحابه، مركز يعني مركز مع نفسه اكتر منك. فانتي حاسة ان العلاقة دي انا باخد هدنة منك عشان استخير واشوف العلاقة دي رايحة على فين. انتوا في فترة عزلة وانتي والشريك متفقين على كده، بص يا ابني احنا ناخد هدنة من بعض، خد مساحتك وناخد مساحتي عشان نشوف العلاقة دي بينا رايحة لفين. العلاقة دي رايحة لإيه؟ كان فيه للأسف سحر أسود تدخل عمل مشاكل بينك وبين الزوج، وممكن يكون بشكل كبير امرأة هنا حاولت تاخد زوجك منك بطاقات سلبية، لكن الأمر ده بينتهي تماما وهذه المرأة بتطلع وبيرجع لم شمل العلاقة بينك وبين الزوج تاني، لأن احتمال العلاقة قد رايحة بينكم للطلاق أو للانفصال، أو ممكن تكون اكتشفت خيانة مع طرف ثالث، لكن العلاقة إن شاء الله بيحصل فيها انسجام ورجوع للزوج تاني. نشوف امرأة برج الجدي هنا المتزوجة. في هنا طاقة، أوضح أكتر. طيب في هنا امرأة برج الجدي أخرى متزوجة برضو، للأسف في طرف ثالث، اكتشفتي إن زوجك على علاقة بامرأة أخرى غيرك، ففي شك هنا، تراكمات كتير انت شايلاها من هذه العلاقة، ممكن تكوني طالبة الطلاق من جوزك، يعني انا عاوزة اتطلق او انفصل عن هذه العلاقة. لكن في طاقة اطفال او اولاد هنا بترجع العلاقة دي تاني. السبب التاني ان في عناية الهية لهذه العلاقة، يعني الشخص ده هيجيله صحوة روحية، هيفوق لنفسه، بيقعد في مكان كده في بحر يسترجع ذكرياته معاكي ويفكر ويفتكر ايامك معاه، هيحس انه غلط في حقك وهيركز معاكي انتي، ويختار أطفاله وأولاده ويخرج هذه الطرف الثالث. تمام. طيب امرأة برج الجدي المتزوجة، البعض منكم هنا العلاقة دي للأسف انتوا بتحبوا بعض جدا، ولكن في سحر تفريق او في ربط، يعني انا شايفة ان العلاقة هنا فيها ربط، فيها سحر جديد، في احتمال تكون واحدة عاملة طلاق بينك وبين زوجك، يعني عاملة سحر التفريق، والعلاقة دي فعلا انتم ممكن تكونوا اصلا حاليا في هذه الطاقة، يعني انتم متزوجين ولكن منفصلين، فللأسف العلاقة دي رايحة للنهاية لو ما حصلش شفاء، لان في سحر هنا من امرأة بتفريق بينك وبين زوجك، وللأسف بتضحك عليه بالعلاقة الجسدية، وللأسف العلاقة دي فيها انفصال او طلاق بيحصل. طيب يعني هل في شفاء من هذه الطاقات والعلاقة بترجع تاني؟ محتاجة تروحوا لمعالج أو لحد شفائي، لأن العلاقة دي بصي يعني أنتم في تراكمات، هو شايفك بصورة وحشة وأنتي كمان شايفاه بصورة وحشة، وفي رفض وملل في العلاقة دي وفي تراكمات، لازم يحصل استشفاء عشان العلاقة دي ترجع. في طاقة متزوجين آخرين بقى نشوف. طيب متزوجين، نشوف طاقة أخرى متزوجة امرأة برج الجدي. امرأة برج الجدي المتزوجة، طيب في هنا ممكن تكون زوجة بتنسحب من علاقتها مع زوجها، مش مرتاحة برضو، يعني مش عارفة ليه الطاقات كده لزوجة الجدي متكررة، يعني انتي حاسة ان الشخص ده خاين، متعدد علاقات، ممكن يكون عنده اكتر من علاقة، وانتي حاسة ان انتي تعبتي من هذه العلاقة. ممكن تكون كمان المحرضة ضدك في هذه العلاقة ام الزوج، مش بتحبك، بتغير منك، عاوزة تفرق العلاقة بينك وبين الزوج. انتي حاسة ان العلاقة دي للأسف بتقلل منك، فبتقرري الانسحاب، او انتي اللي بتطلبي الانفصال من هذه العلاقة. نشوف امرأة برج الجدي المتزوجة، يعني كان في لحظة شيطان بينك وبين الزوج، العلاقة قد رايحة للانفصال والنهاية، لكن يعني بترجع يعني يلحقك، يعني هذا الشريك
ممكن تكوني انتي بتهدديه بان انتي مش مرتاحة في العلاقة معاه، ممكن يكون زوجك كمان مشهور او معروف والعين عليه من بنات كتير، فانتي تعبتي من هذه العلاقة وبتشوفي له تعارض كتير جدا، بتروحي تسمعي له تعارض كتير، العلاقة دي هنوصل لإيه، وضعنا إيه؟ فأنا شايفة العلاقة دي بعد ما كانت رايحة لانفصال بترجع تبتدي بداية جديدة من جديد. نشوف متزوجة امرأة برج الجدي، في دايما مشاكل وخلافات بينك وبين الزوج، لكن الزوج هنا ممكن يكون طفولي مش مسؤول شوية، ممكن يكون هو أصغر منك في السن انتي أكبر، ففي دايما مشاكل وخلافات بسبب فروق العمر، لكن الشريك ده بيجيب لك هدية أو بيصالحك أو بيعتذر لأن انتي مثلا خدتي موقف، فالعلاقة بترجع من جديد. شكرا يا مواليد برج الجدي.